لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه من الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، فلا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم، فتور يلحق الأعضاء ولكن لا يذهب معه العقل ويبقى معه الذهن والإدراك. وأما النوم فالمستثقل الذي يغيب معه العقل ويغيب معه الشعور والإدراك، وقد يأخذ الإنسان سنة ولا ينام، وقد يهجم عليه النوم فجأة دون أن يمر بالسنة. فنفى الله عز وجل كلا الصفتين عنه، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا نعاس خفيف ولا نوم مستثقل سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقدم السنة على النوم لأنها أسبق في الوجود، فكان الترتيب على الوجود. وقال بعض أهل العلم: بل أراد التصعيد، فكأن المعنى: لا تأخذه سنة فضلا عن النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الصفات السلبية التي ينفيها الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد منها إثبات كمال الضد، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، فليس بمدح فضلا عن أن يكون كمالا. فإذا سمعت الله عز وجل ينفي عن نفسه صفة فأثبت له كمال ضدها. فمثلا إن سمعت الله عز وجل ينفي عن نفسه الظلم: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، فاعلم أن المراد بهذا ليس مجرد نفي الظلم، وإنما إثبات كمال ضده الذي هو العدل والقسط. فالله عز وجل يقوم في خلقه وهو القيوم، يقوم فيهم بالعدل والقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله عز وجل إذا نفى الظلم عن نفسه فإنه يثبت بذلك كمال عدله وقيامه بالقسط سبحانه وتعالى وبحمده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا هو السبب فيما يأتي بعد: فلا تظلم نفس شيئا. نفي الظلم يراد به إثبات كمال العدل، فالنفي المجرد لا يفيد مدحا فضلا عن أن يثبت كمالا. ولذلك قال العربي في قديم، هو النجاشي الشاعر: يهجو بني عجلان، يقول قبيلته: لا يغترون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل مدحهم بهذا؟ اللهم لا، قد ذمهم بهذا. كيف؟ إنما أراد بقوله: لا يظلمون الناس حبة خردل، أي هم عاجزون عن مواجهة الناس أصلا، فلم يرد بنفي الظلم عنهم أن يمدحهم، وإنما أراد أن يذمهم. كما قال الآخر: فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد فليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ليسوا من الشر في شيء، لم يرد مدحهم، لم يرد بنفي الشر عنهم أن يمدحهم، وإنما أراد أن يصفهم بالعجز وأنهم خاملون يقبلون الضيم والعياذ بالله. فليس النفي كمالا، ولذلك تجد الله عز وجل ينفي ثم يثبت كمال الضد.
كما في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. العجز إنما يكون لنقص في العلم أو لضعف في القدرة. فقال الله عز وجل في ختام الآية: إنه كان عليما قديرا. فلم يرد مجرد نفي العجز، وإنما أراد إثبات الكمال بنفسه سبحانه وتعالى، فقال: إنه كان عليما قديرا. فإذا وجدت في كتاب الله مثلا قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، وما ربك بغافل عما تعملون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الصفات المنفية اعلم أن المراد منها إثبات كمال العلم والحكمة لله عز وجل، وليس مجرد نفي السهو أو الغفلة. وكذلك عندما تسمع: وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن. وكذلك ما سيأتي في آخر هذه الآية المباركة، آية الكرسي: لا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، لا يشق عليه ذلك. اعلم أن المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد، وهو كمال القوة والقدرة والعزة لله رب العالمين. وهكذا في كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه، كهذه التي معنا: لا تأخذه سنة ولا نوم، اعلم أن المراد منها إثبات كمال ضدها. فأراد الله عز وجل أن يثبت لنفسه كمال الحياة وكمال القيومية نفيا وإثباتا، فسمى نفسه الحي القيوم، ونفى عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه السنة والنوم. والنوم من آيات الله عز وجل في خلقه، فاوت الله عز وجل فيه بين العباد. تجد من الناس من ينبه من نومه أقل شيء، ومن الناس من لو قرعت الطبول عند رأسه لم يستيقظ، وتجد أيضا من الناس وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وتجد أيضا من الناس من ضرب الله عز وجل على آذانهم فناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وتجد من خلق الله عز وجل من أقدرهم الله عز وجل فلا ينامون البتة، لا يعرفون شيئا اسمه النوم، وهم الملائكة الذين قال الله عز وجل في حقهم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يكلون ولا يملون، وله ما في السماوات وما في الأرض، ومن عنده لا يستكبر، هم الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يعيون ولا ينقطعون عن التسبيح أبدا، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يضعفون، لا ينقطعون، يجري منهم التسبيح كما يجري منا النفس دون مشقة ولا مراعاة. فالملائكة لا ينامون، يسبحون الله عز وجل ليل نهار، لا تعرف عبادتهم لله انقطاعا. ثم نحن البشر إذا أماتنا الله عز وجل ثم أحيانا يوم القيامة بالجزاء والحساب، فمنا من يدخل الجنة ونسأل الله من فضله، ومنا من يدخل النار ونعوذ بوجه الله الكريم أن نكون من هؤلاء. فعندئذ لا يعرف لا أهل الجنة ولا أهل النار، لا يعرفون موتة كبرى ولا صغرى، لا يموتون موت انقطاع ولا يموتون موتة صغرى بالنوم. فأهل الجنة لا ينامون إكمالا لنعيمهم، وكذلك أهل النار والعياذ بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا يموتون. وفي رواية أخرى: النوم أخو الموت
وأهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم موتة صغرى، وأهل الجنة لا يصيبهم الموت، لا صغيره ولا كبيره، إكمالاً لنعيمهم لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة وعشية لا يعني صباحاً ومساءً، فإن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، وإنما هو نور دائم دون انقطاع. وإنما عنا سبحانه وتعالى بقوله غدوة وعشية، بكرة وعشية، أي دائما لا ينقطع عنهم الرزق أبدا. لماذا؟ لأنهم لا ينامون في نعيم مقيم أبدا سرمدا. قال الله عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني رزق أهل الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وكذلك أهل النار، أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم، لا يموتون ولا ينامون، لا ينقطع عنهم العذاب أبدا، فهم في العذاب دون نوم ولا انقطاع ولا راحة، والعياذ بالله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل شكور، كل كفور. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرأ ولا يكاد يزيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، والعياذ بالله. كل ما حوله سبب مستقل للموت، ولكن قضى الله عز وجل ألا يموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، فلا يذوقون الموت ولا يذوقون النوم، فلا يرتاحون ولا ينقطع عنهم العذاب أبدا. حتى كانت أسمى أمانيهم أن يقضي عليهم الله عز وجل بالموت، ولكن لا ينالون هذه الأمنية، كما قال الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، أي باقون أبدا. ومع بقائهم وخلودهم لا يعرفون من العذاب إلا زيادة واشتدادا، والعياذ بالله. ولذلك قال بإن الذين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني لا يخفف عنهم أبدا، وإنما هم في ازدياد مضطرد من العذاب، والعياذ بالله. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي آيسون من كل خير، أملهم قد انقطع أن يخرجوا من النار، والعياذ بالله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك، خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال المفسرون أو أكثرهم: إنما يصرخون بهذا النداء 1000 سنة قبل أن يجيبهم مالك. ويا ليته ما أجابهم، بماذا يجيبهم؟ قال: إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، يعني لن تخرجوا من النار أبدا، ولن يخفف عنكم من عذابها، لا تذوقون فيها الموت ولا تذوقون فيها النوم، عذاب خالد أبدا، والعياذ بالله. ف
فيرجعون في الأمنية ويطلبون أن يخفف عنهم يوم واحد من العذاب، فلا يجابون إلى ذلك. وقال الذين في النار لخزنة جهنم الملائكة الزبانية الذين يعذبونهم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما واحدا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، فيجيبونهم قالوا بلى، قالوا فادعوا، يعني ادعوا أنتم لأنفسكم، فإنا نحن معاشر الملائكة لا نشفع في الكافرين، فادعوا يعني ادعوا أنتم لأنفسكم، قالوا فادعوا. قال الله عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في عدم، كأن شيئا لم يكن، ليس لدعائهم أثر، لا نفع فيه البتة والعياذ بالله. فأهل النار كأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون. في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة، فيشربون ينظرون، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم وكلهم قد رآه. ثم يقال يا أهل النار، فيشربون ينظرون، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم وكلهم قد رآه. ثم يذبح بين الجنة والنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا أن الله عز وجل كتب لأهل الجنة البقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله عز وجل كتب على أهل النار البقاء لماتوا ترحا. هؤلاء لو كانوا ميتين لماتوا فرحا، وهؤلاء لو كانوا ميتين لماتوا حزنا وترحا والعياذ بالله. فأهل الجنة لا يعرفون النوم، وكذلك أهل النار، ولا يظنن ظان أن بقاءهم شيء يستفاد منه، لا والله، أعني أهل النار، وإنما حياتهم كما قال الله عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يذوقون فيها الموت نعم، ولكن حياتهم ليست بحياة، العدم أفضل وأنفع منها والعياذ بالله، يعيشون أبدا في عذاب ونكال والعياذ بالله. خلق الله عز وجل خلقا مكنهم من عدم النوم، وخلق آخرين أماتهم ثم أحياهم للبقاء، وهم البشر والجن الذين يدخلون الجنة أو النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام في أصحابه في يوم بخمس كلمات، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الحديث ينفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم النوم عن ربه، ويخبر في الجملة الثانية أنه لا ينبغي له أن ينام، يعني يستحيل على الله تبارك وتعالى الحي القيوم أن ينام. يخفض القسط أي الميزان، يخفض القسط ويرفعه. أرزاق العباد النازلة من عند الله بيد الله، كل يوم هو في شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي ملكه من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويبسط رزقه لمن يشاء، ويقبض رزقه عمن يشاء. هذا شأن ربنا تبارك وتعالى الذي بيده القسط، يخفضه ويرفعه، ثم يرفع إليه أعمال العباد.
عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذه قيوميته سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده على أرزاق عباده النازلة وعلى أعمال عباده الصاعدة، يحفظ كل هذا بميزان كل في كتاب مبين. وأما الجملة الأخيرة، حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إخوتي الكرام، اسم الحي القيوم الذي يستلزم نفي السنة والنوم عن الله كسائر أسماء الله، إنما أخبرنا الله عز وجل بها لنعرف ربنا ونتعبده سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وليس الإحصاء معناه الحفظ والعد، وإنما الأهم من ذلك والأجل فهم معانيها والعمل بمقتضاها، ودعاء الله عز وجل بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا عرفت قيومية الله عز وجل على أرزاق عباده زادك ذلك توكلا عليه وإنابة إليه ومحبة له وحياء منه. وإذا عرفت قيوميته على أمر الآخرة وجزاء العباد زادك ذلك خوفا ورجاء وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، ومراقبة وإحسانا واحتسابا للأجر إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى. وإذا عرفت قيوميته على أمر السماوات والأرض وما بينهما لم تجد إلا الله، لم ترجو غيره ولم تخف سواه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا هو ديننا، يبنى على معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجدد الإيمان في قلوبنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.